السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أحبابي في الله، اليوم سوف نتكلم عن فوائد فعل الخير على الفرد والمجتمع. الإنسان اللي بيعمل خير ويسعى إلى الخير لا ينتظر أن يشكره أحد أو يكافئه أحد على فعل هذا الخير. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلا بد أن يكون فعل الخير عملا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وحينما يفعل الإنسان الخير أو تفعل المرأة المسلمة الخير، هذا بنعكس على الفرد والمجتمع. هيا بنا أحباب الكرام نتعرف على فوائد فعل الخير. حينما تفعل الخير، أول حاجة سوف تنال رضا الله ومحبته. فالفاعل الخير شخص إنسان أو إنسانة قريبين من الله سبحانه وتعالى. كل ما بيفعل خير كل ما زود من رصيده في الحسنات، ويكون لك رصيد عند الله سبحانه وتعالى كبيرا من الحسنات. كذلك يبلغ الله سبحانه وتعالى المنازل العلى في جنات النعيم، كل ذلك بسبب فعل الخيرات. ثم نأتي بعد ذلك إلى فائدة أخرى، وهي نأتي إلى فائدة أخرى صلى بنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي نيل محبة الناس. لا شك إن القلوب جبلت على محبة من يحسن إليها. أي قلب جبل على محبة من يحسن إليه ويقدم له المعروف، وجبلت القلوب على بغض وكراهية من يسيء إليها. فالإنسان الخير الذي يفعل الخير ويقدم المعروف للناس لا شك أن له مكانة عظيمة في قلوب الناس. الناس تحبه لما في قلبه من الخير، ولما في قلبه من النقاء والصفاء، لأنه إذا سمع بمريض في مستشفى فنجده سريعا ما يذهب إليه ويزوره. إذا وجد إنسان يعني يطلب منه العون والمساعدة سواء المادية أو بالنفس، فنجده سريعا ما يذهب إليهم ويسارع ويشارك ويفعل الخيرات. تجده في كل حافلة وفي كل تجده في كل مناسبة وفي كل أمر نجده سباقا لفعل الخيرات، لأن قلبه مليء بالخيرات فيسارع في فعل الخيرات. فلا شك أن الناس تحبه حبا كبيرا وحبا عظيما، ويكون له مكانة عالية، فهو ينال ثقة الآخرين ويقدم لهم العون ويقدم لهم المساعدة دون انتظار رد أو شكر منهم. كذلك من فوائد فعل الخير إن هو بيعزز التكافل بين أفراد المجتمع، ويعزز قيم الحب والمحبة والألفة. فنجد أن هذا المجتمع مجتمع متماسك، مجتمع متحاب. نجد أنه قل فيه أو تلاشى فيه مشاعر الحقد والحسد والكراهية، مما يسبب في تأخر هذه المجتمعات
حينما تنتشر الأحقاد والحسد والكراهية بين أفراد المجتمع، نجد أن هذا المجتمع يصاب بالأمراض ولن يفيق ولن يرجع متماسك أو متحاب إلا إذا انتشر بينه الحب والمحبة والتكافل بين الناس ومساعدة الأغنياء للفقراء والعطف عليهم وحل مشاكلهم. كل هذا يسبب ألفة بين أفراد المجتمع الواحد. كذلك من الفوائد تقوي العلاقات بين البشر، فحينما تفعل الخير نجد أن العلاقة بينك وبين أخوك المسلم تكون علاقة قوية. ثم أيضا من الفوائد يساهم في بقاء الأمم، فكم من أمم بتكفلها وتعاطفها وانتشار العدل فيها، نجد أن الغني يعطف على الفقير فنجد يقل عدد الفقراء ويقل عدد المرضى بسبب التكافل الذي بين أفراد هذا المجتمع. كذلك من الفوائد تنقية النفس البشرية من الأحقاد والحسد والكراهية، فتطهير النفوس من البخل والشح خاصة عند الأغنياء. حينما يمن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالمال فيطهر نفسه من البخل والشح ويعود نفسه على العطاء ومساعدة الآخرين. فيا أيها الغني لا تشعر بسعادة ولا يمس قلبك السعادة إلا إذا أدخلت السرور على هؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين، فحينئذ ينام الغني وهو قرير العين وهو مطمئن البال وهو يلمح وينظر إلى عيون الفقراء والمساكين والمحتاجين ويجد السعادة في عيونهم، حينئذ يفرح أشد الفرح ويفرح بالعطاء والبذل الذي قدمه لهؤلاء الفقراء وهؤلاء المحتاجين. وليس الأمر ينتهي عند ذلك فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى عد له الثواب العظيم وعد له الأجر العظيم والمثوبة ودرجات العلى في جنات النعيم، لأنه أحس بآلام الفقراء والمحتاجين والمساكين، فكان الجزاء من جنس العمل. ولن أعلم أخي الكريم أختي الكريمة أنكم لن تكونوا أكرم من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الكريم، إذا أنفقت الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليك. فما من صباح إلا وينادى ملكان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فحينما تنفق ينفق الله سبحانه وتعالى عليك. وأقسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قد يظن العبد الغني أو الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بالمال أنه حينما يعطي الفقير أو يعطي المسكين أو المحتاجين فأن ماله سوف ينقص، لا بل سيزيد بإذن الله سبحانه وتعالى. و يعني أنا قد جربتها، حينما أعطي وأبذل بالعطاء فالله سبحانه وتعالى في نهاية اليوم يعطيني أضعاف مضاعفة. فأخي الكريم خذ هذه الأشياء على محمل الجد وعلى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله هو الكريم هو الجواد، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليك هذا المال. فأحبابي الكرام، هذه بعض فوائد فعل الخيرات، هذا وإن كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تغفر لي، وإن كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى.
أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبتم وطابت أوقاتكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.